لكن انا كلمت على لما كلمت على رؤوس المشيه قبل كده، اختنا اللي كانت بتتكلم بتقول انا بنتج 25 كيلو، 25 كيلو لبن من راس الحلاب اللي هي بتستخدمها دي، غيرها بيطلع 5 و6 و7 كيلو، يعني هي زادت 20. حتى لو كانت هي بتدي 8 ل10 كيلو للرضيع اللي هو بتاع راس المشيه اللي كانت عندها، فعندها 15 كيلو. صحيح. اذا الفكره كلها ايه؟ لما كلمت فيها انا كنت بتكلم على ايه؟ على ان احنا نستهدف بحلم. بيه يا فندم؟ حلم. بحلم. يعني حد يقول انك انت عايز مليون راس ماشيه تبقى موجوده عند حد يقول لي بقى ده برنامج ياخد له 10 15 سنه، بيكو مع بعضنا المده تقل. صحيح. لما نيجي بقى في الزرع اللي بنتكلم عليه ده ايضا، هنا في حاجتين بتكلم، استمروا في ده واستهدفوا اكبر حجم من كده واحنا معاكم. ثم رحت انا مشاور لكم على موضوع زي موضوع القصب السكر اللي هو هيخلي الفدان يصل ل70 ولا كده كتير، 70 طن، 60 طن، 65 طن، هو بيجيب 40 اقل شوي. طب هو هيجيب الكميه ديت وبميه اقل، يبقى النهارده لو انا عندي فدان قصب كان بيجيب لي 40 طن، 35 طن، وبقى بيجيب لي 50 ولا 55، طب ما انا زودت اكتر من 20% من انتاجي على نفس مساحه الارض. صحيح. وكمان قللت الميه بتاعتي، فده جهد اخر. صحيح. احنا محتاجين ان احنا نشتغل فيه مع بعض تحت امر عشان يعني عشان خاطر بلدنا يعني. وانا بشكركم وسعداء جدا باللي انتم حققتوه، ومثال جميل جدا. وبرده تاني بشكر كل مزارعين مصر، يعني السيد نجيب عايز بيقول لي هنبقى مزرعه العالم، يعني يا رب يسمع منك. شكرا جزيلا.